اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن رسالتنا ببرنامج الابطال دايما ان احنا نقدم لكم نماذج مشرفه وابطال المستقبل. السباحه زي ما قلت لحضراتكم قطاع كبير جدا في نادي الاهلي، وكل سنه بيطلع العشرات العشرات من النجوم والابطال بنجيبهم معانا في برنامج الابطال، وبالعكس ده هم اللي بيشرفونا ان هم ابطال، ابطال بالتحدي بالاراده بالرغم من سنهم الصغير. النهارده ابطالي 14 سنه و15 سنه، حققوا 9 ميداليات، 8 ذهب، 1 فضه في بطوله الجمهوريه اللي فاتت، وده اللي فبيدل على تميزهم وتفوقهم الكبير. في البدايه برحب باروى فيصل نجمتنا النهارده الصغيره في السن، اهلا بيك يا اروى. والف مليون مبروك. ايه؟ الف مليون مبروك. مبروك فيك. انا عايز يعني اقول لك ان انت ما شاء الله محققه ارقام كويسه وانت منورانا. شكرا. بحب ارحب بمحمد ايمن احد السباحين اللي طالعين بقى يعني 15 سنه وحقق 5 ميداليات، 4 ذهب، 1 فضه. محمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك. منورنا في قناه الاهلي. نور. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبي على كل الانجازات الكبيره دي. طب محمد اجي لك، يمكن لازم نعرف الساده المشاهدين ميدالياتك خدتها في ايه؟ انت واخد 5 ميداليات، 4 ذهب و1 فضه، خدته في ايه؟ خدت ذهب في 100 حره و200 حره و400 حره و400 متنوع، والفضه كانت في 200 متنوع. ما شاء الله. يعني انت يمكن عمتك الاساسيه او الاساسيه كرول، مش كده ولا لا؟ حره. ودي يعني بيبقى فيها منافسات صعبه لان دي السباحه الاساسيه. مظبوط. طيب مين في السباقات دي تفتكر مين اللي خد وراك تاني تالت يعني برضو من النادي الاهلي، ولا كان منافسات بره النادي الاهلي؟ لا كان بره النادي. بره في السباق دي. كان منين مثلا لو خدنا 100 متر حره؟ كان نادي هليوبلس والمعادي. والمعادي و200 برضه هم هليوبلس ومعادي. هم نفس السباحين دول برضه ماشيين معاك؟ لا دول هم قصدينا. قصدينا جاي لك مخصوص. انت 2007 ما شاء الله. 2007. طيب خلينا نقول مثلا انه ليه سباحه؟ انت من ناشئين النادي الاهلي؟ من صغرك؟ من صغري. طب فاكر دخلت سباحه ازاي؟ انا دخلت كان عندي مشاكل في صدري، يعني حسيت صد جيوب انفيه، فايه يعني الدكاتره قالوا ان انا ابدا سباحه عشان يعني ايه اعالج المشكله دي، يعني عشان اقوي نفسي وكده. يعني بدات من عندي 5 سنين، بدات في المدارس يعني، ومن ساعه ما بدات منافسات وانا يعني ايه في النادي بتمرن مع مدير قطاع ناشئين، وبدات تحقق ارقام كويسه، فبدات المدربين تعرفك وبدات خدت اختبارات. ده بالاختبارات بتبقى مع عندكم يعني. اختبارات بتبقى قويه جدا ومنافسه كبيره بينك وبين زمايلك. دخلت الاختبارات دي وعديت اختبارات النجوم. عديت 3 نجوم. 3 نجوم. طيب مين اللي كان بيوديك التمرين بقى، بابا ولا ماما ولا الاثنين ولا ايه؟ الاثنين يعني. طبعا على طول. ومفيش حد يعني ما كانوا مواظبين على التمرين، بس سبحان الله يعني انت عارف دايما في مثل يقول لك رب دره النافع. انت حسيت صدرك خليتك بطل سبحان الله. يعني دايما الرياضه يعني تاخدنا لحته ثانيه، ان انت ممكن حتى لو عندك مشاكل في التنفس، مشاكل صحيه، بالعكس الرياضه بالذات السباحه تقوي مناعه. طب صدرك دلوقتي عامل الحساسيه؟ ما فيش. لا لا دلوقتي احسن كتير يعني. اللهم صل عليه ما شاء الله. يعني الرياضه جابت نتيجه. اكيد. طيب اروح لاروى. اروى انت حققت 4 ميداليات ذهب صح؟ حققتيهم في ايه؟ حققت في ال 200 وال 400 و 800 وال 1500. انت واضح انت بتعومي مسافات طويله يا اروى. صح؟ ايوه. طب ليه ما بتعوميش 100؟ عشان 100 يعني بتركز اكتر على السبرنت. السرعه وكده، ف بعوم اكتر ديستانس يعني. انت بتعومي ديستانس اكتر 200 و400 و800 و1500. خدتي ذهب في كل دول ما شاء الله. اللهم صل على النبي. طب قولي لي مين اللي كان وراك؟ نفس السؤال لمحمد، هل انت كنت بنفسك ناس من سباحين وسباحات من النادي الاهلي ولا من بره؟ لا هو في التنوية و1500 كانوا من بره النادي الاهلي. مين تفتكريهم؟ هي كان في الثاني كان حبيبه نشأت في نادي هليوبلس. هي وليليدو. وليليدو. في التنوية اروى صح؟ في التنوية وفي 1500. وفي الثالث وكانت واحده من سبورتنج اسمها دانا فهمي تقريبا. دي كانت في ال 200 و400. لا دي كانت في 800 1500 بس كانت تالت. تمام. وفي ال 200 و400 كانت ال 400 كانت تاني، كانت حبيبه نشأت برضو في النادي هوليليدو. والتالت مش فاكره قوي. طب ال 200 وال 200 كانت التاني كانت من الاهلي، كانت انجي باسم. والتالت كانت نور من هليوبلس. طيب يعني برضه منافسه من بره النادي، مش ما كانتش معاك مش من زمايلك. انا قصدي اقول المنافسه كانت قويه، يعني انت طالعه من النادي الاهلي مميزه، بس لقيتي برضه لاعبات مميزات الناحيه الثانيه. طب برضه ليه السباحه؟ يعني ابتديتي اروى سباحه ازاي؟ ليه اشمعنى اخترت اللعبه دي؟ انا الصراحه ما اخترتهاش يعني، هو
قال لي انا بخش السباحه عشان البحر عشان اعوم في البحر وكده. اه البدايه كانت كده. اه بعد كده بقى دخلنا ستيشنز، بعد كده بقى دخلنا فريق وكده يعني. بعد كده انت من انهي مدارس؟ مدارس فرع الجزيره ولا فرع مدينه نصر؟ لا مدينه نصر. اه شفتي بقى، ايوه انت اكيد ساكنه في مصر الجديده او مدينه نصر. اه ساكنه في مصر الجديده. فكان قريب ليكي. ورحت مدينه نصر وبدات، بس دلوقتي بتمرني فين؟ دلوقتي بتمرن في مدينه نصر برضه. طب ازاي مش هو المفروض الفرق بتروح الجزيره ولا؟ لا. ولا بتبقى على حسب؟ على حسب انت ساكن فين. انت عايز يعني انت تمرينك لسه في مدينه نصر؟ اه. طيب في حد من اخواتك بيلعب سباحه؟ هو انا عندي، احنا اربعه. اخت اكبر مني واحده، واخ اصغر مني واخت صغيره خالص. تمام. اختي اكبر مني بتمرن سباحه والاخ اصغر مني بيتمرن سباحه برضه. طب مين في الصوره دي؟ ده كابتن مصطفى. انت؟ ها؟ انا كابتن مصطفى. دي في البطوله اللي فاتت ولا ايه؟ دي في البطوله اللي فاتت. ودي كمان في اللي فاتت؟ دي بعد، دي في انهي سباق بقى؟ ميتين حرة. 200. ودي صورة ليكي؟ دي كده أول بطولة ليا. إيه ده، أنت ما كنتيش بتمرني؟ أنت نفسك كان فين؟ ولا يعني ده أنت كان بس ده الطبيعي، السباح بيلحق ياخد نفس. طب دي كانت فين الصورة دي برضه؟ دي كده البطولة اللي فاتت لما أخدت الكاس. يا سيدي يا سيدي، والميداليات منورة أهي. طيب و هل يعني دي أول بطولة ليكي كبيرة تاخدي الميداليات دي ولا خدتيها وأنت صغيرة عن كده؟ لا هو دي أول بطولة آخد فيها 4 ميداليات ذهب يعني. طب قبل كده أنت في بطولات لعبتي فيها خدتي ميداليات كده؟ لا ما خدتش ميداليات ذهب كتيرة كده. انا ما خدتش 4 ميداليات ذهب يعني، كنت باخد 2 تقريبا وواحد 3 فضه كده يعني. يعني اول بطوله ليكي تحققي فيها ال. طب قولي لي كابتن وائل عزت، يعني جه كلمك قالك ايه؟ شجعك ازاي؟ شاف فيك ايه؟ يعني قولي لي على كابتن وائل. ما كنتش اعرفه قوي الصراحه يعني، بس يعرف هو راجل كويس يعني. يعرف بابا. يعرف هو، يعرف بابا. طب يعني لما كسبتي قال لك ايه؟ طيب ايوه مبروك يعني، وعايز حاجات احسن وكده. طب انت نفسك تبقي يعني، نفسك لما يعني توصلي لايه؟ نفسي ابقى يعني سباحه اولمبيه يعني، واخش واكسر ارقام قياسيه يعني وكده. هتبقي ان شاء الله، هتبقي وخليكي بس. بس عايزه تمرين، شغل نار. ايوه شغل نار. طب محمد اجي لك برضه، يمكن كابتن وائل عزت رئيس الجهاز هو محتضنكم، والراجل يعني بامانه بيبذل مجهود كبير، ومش انتوا بس، مجموعه كبيره من ليك معاه موقف، اتكلم معاك قال لك حاجه قبل البطوله بعد البطوله، ولا انت مع المدير الفني بتاعك بس؟ مدير فني اكتر يعني، بس كان وائل عزت، كابتن وائل عزت كان بيشجعني قوي، كان بعد بطوله العاصمه الاداريه. فيعني كان معجب يعني بيا قوي يعني، فهي دي كانت اول مره يعني نحتك يعني وكده. طب ده ممتاز جدا. طب ده شجعك لما تلاقي رئيس الجهاز؟ اكيد طبعا يعني، طبعًا شجعني طبعا. ما كنتش اعرفه برده قوي في الاول. طب بس مين ده؟ يعني ده انا اهو. يا خبر ابيض. طب قول لي بقى المدينه دي امتى يا باشا؟ كانت بطوله القاهره من بطولتين كده. من بطولتين؟ من بطولتين فاتوا. دي كانت مدينه دهب. دي كانت ميدالية فضية في بطولة العاصمة الإدارية. دي كان كابتن ياسر، كابتن ياسر إدريس رئيس الاتحاد السباحة. طبعا كابتن ياسر إدريس رئيس. طب دي الصورة دي فين بقى؟ دي كان في برضه بطولة العاصمة مع كابتن موسى المدرب بتاعي. بتاعك. طيب وفي صور تانية يا جماعة؟ ورونا كده لما نشوف محمد بقى. أيوه قول لي. دي كانت في البطولة العربية أبو ظبي. أنت رحت لعبت البطولة العربية في أبو ظبي؟ رحت مع المنتخب. عملت فيها إيه؟ رحت جبت 3 ميداليات ذهب و3 فضه. بسم الله ما شاء الله. ورقم قياسي في 200 حر. طب والصوره دي؟ دي كانت برضه في بطوله العاصمه، كان اول كاس ليا. كاس احسن رقم. احسن رقم. طيب وفي صور ثانيه يا جماعه عشان نقرر محمد، نجيب بقى اللي عنده كله. ايوه. دي برضه لما كسرت رقم في البطوله العربيه. البطولة العربية دي دي الرقم اللي انت كسرته وخدت عليه كاس. لا في البطولة العربية ما خدتش كاس. ما بيدوش ما بيدوش كوش. لا في البطولة العربية ما كانش في كاس. هي ميداليات بس. ميداليات. وبيقول لك انت حطيت. طب فاكر الرقم ده كان كام يا محمد؟ كان حمام شورت كورس، حمام 25. 25. جبت دقيقة 51 7 من 10. ما شاء الله. طب هو كان الرقم القديم كام؟ هي كان البطولة شورت كورس، فاللي هو ايه، كان اللي بياخد اول كان يحطم الرقم، عشان كانت لسه اول بطوله من النسخه الاولى من البطوله. فهمت قصدك. فاللي كان بياخد ميداليه ذهبيه كان يحطم الرقم. أيوة. طب حد كسره بعدك؟ لسه اهو، لسه البطوله كانت من 6 شهور او 7 شهور لسه. دي بقى النسخه دي. دي النسخه اللي جايه التانيه بقى كمان 6 شهور كمان. شهر. كمان شهرين كده. شوف بقى يعني هيحصل ايه. انت في سنه كام يا محمد؟ لسه مخلص ثالثه اعدادي. بس انت بتتكلم كويس ما شاء الله يعني، انت يعني سنك يعني ما شاء الله بتتكلم كويس، واروى كمان على فكره بتتكلم كويس، بس انت ما شاء الله يعني متحدث جيد. لا برافو عليك، تعجبني يعني. الرياضي لازم يبقى بيعرف يتكلم لوسائل الاعلام وبتاع، ودي يمكن اول مره تطلع في انترفيو كده كبير. طب قول نفسك في ايه بقى؟ عايز توصل ايه؟ نفسي طبعا في ميداليه اولمبيه، وبرده ميداليه في بطوله عالم، ويعني نفسي طبعا. طب شايفها صعبه؟ لا مفيش حاجه صعبه. عيني عليك. طب مين سبقك واخدها؟ بطوله عالم كان فريده عثمان بس واخده. أيوة. ثالث. تمام. و
يعني على ميداليتين. ومين خد في ميداليه في بطوله الشباب اولمبياد الشباب؟ شباب احمد اكرم الله ينور عليك تالت. الله ومحمد سامي معاه تالت برضه بطوله عالم. برافو عليك. مرنت معاهم شفتهم وهم بيتمرنوا؟ اه اتمرنت مع ميش ومحمد سامي. شايف الدنيا ايه قريب ولا ايه؟ طمني عليك. طبعا يعني اكيد ده ايدول يعني بالنسبه لنا. طبعا طبعا ان شاء الله تبقى احسن منهم باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا مع سباحين المستقبل ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا مع اروى ومحمد اصحاب ال 15 عام سباحين وسباحات النادي الاهلي. يمكن اجيلك يا اروى، انت يعني عارفه مين عندنا خد ميداليات؟ يعني بطوله عالم او مين عندنا من السباحات الكبار عندنا في مصر؟ مش عارفه قوي يعني مش كتير. فريده عثمان لسه قايل. فريده عثمان ايوه. ورانيا علواني. رانيا علواني اعرفها. رانيا علواني طبعا، دكتوره رانيا علواني طبعا يعني سباحات كبار. طب انت طلعتي بطوله بره مصر يا اروى؟ لا لسه. نفسك؟ طب هتخافي وانت بتركبي الطياره ولا قلب حديد؟ لا. طب ما رحتيش اي بطوله عربيه؟ رحت بطوله افريقيه؟ ما رحتيش؟ لا. طب ايه دايما بابا وماما بيشجعوك؟ ايه اللي دايما بابا وماما بيقولوا لك اعمليه يعني؟ بابا وماما بيقولوا لي دايما لازم يعني ابقى كويسه يعني اتمرن جامد وكده يعني عشان ابقى يعني في البطوله الجايه ابقى احسن وكده يعني بس كده. طب قولي لي ايه اللي دايما كل لعيب عارف عنده كده يعني حاجه مثلا بيبقى لعيب يقول لك انا والله انا بخاف بنزل السبق خايف، في لعيب يقول لك والله انا ما بعرفش انام قبل الماتش، ايه الحاجه السلبيه اللي انت شايفه محتاجه تطوري نفسك فيها؟ انا يعني قبل السبق ببقى خايفه كتير قوي فبحاول يعني عايزه اقلل الخوف ده يعني اصل دايما يعني الخوف يعني بيأثر على طبعًا السبق وكده فببقى عايزه ابطل الخوف ده يعني. طب انت كنت خايفه وانت كسبه الاربع ميداليات دول؟ ولا مش خايفه بقى تعملي ايه يا اروى ما شاء الله؟ يعني انت كنت نازله. بص خلي بالك بس عايز اقول لك على حاجه، التوتر ده امر طبيعي. اللاعب كلنا كنا لعيبه بتنزل متوتر ويبان عليك، وعايز اقول لك محمد صلاح نفسه بينزل متوتر. بس مين اللي يقدر ايه؟ يتحكم في نفسه. يتحكم في اعصابه. صح كده؟ طيب قولي لي يعني مين من اللاعبات اللي انت اتمرنتي معاهم اكبر منك وشايفاهم ممكن يكون مثلا اعلى او نفسك تكون زيهم؟ هو انا ما اتمرنتش مع ناس يعني اكبر مني كتير. شفتيهم يا ستي. مين في النادي الاهلي شفتيه بيعوم وحبيتي اعومه او لاعبه وحابه تبقي زيها؟ عادي اكبر منك بسنتين بثلاثه مين؟ في اسمها ايه؟ معاكي في النادي الاهلي؟ ساندي. ساندي بتعوم مسافات طويله. بتعوم مسافات طويله برضه. بتعوم في البحر؟ لو شفتها كذا مره. لو قالوا لك عومي في البحر تخافي؟ انا عمت في البحر قبل كده. لا. فين؟ عمت في اسكندريه. 5 كيلو؟ ايه ده؟ يعني انت برضه بتعومي مسافات طويله في البحر كمان؟ طب ليه ما قلتيش؟ بس كانت شطوطه يعني كانت حاجه يعني تدريب. زي تدريب كده. ما خفتيش من السمك؟ لا خفت. يا باشا انا عارف، انا بقى قاعد قدامي ده اكيد بيخاف. شفت السمك في الميه ولا ما شفتوش؟ لا ما شفتوش يعني. بس انا كنت قبل ما انزل كنت خايفه منه يعني. طب كان الكلام ده من امتى؟ كان الكلام ده الشهر اللي فات. ايه ده؟ من اسبوعين او اسبوع يعني قريب. رحت اسكندريه وعمتي و5 كيلو متواصل. طب ولما ادوكي الشرب والحاجات دي؟ لا هو الشرب بيبقى في 10 كيلو بس. ال 10 كيلو 25. انما 5 كيلو صايمه. بتبقي صايمه رايحه جايه صايمه، مفيش شرب ولا ميه ولا اي حاجه. طيب ونفسك تعيدي التجربه دي تاني؟ حبيتيها؟ شويه بس بيخوف يعني. بس بيبقى في احيانا اناديل بتقرص وكده. خلي بالك من الاناديل دي. طب يعني بامانه العوم في الحمام احسن ولا في البحر؟ لا احب العوم في البسين. في البسين عشان في الامان. ماشي يا عم ماشي، خليك انت البسين هيبقى حلو بس كده وكده لازم تجيب لنا ميداليات براحتك. عايزين ميداليات. طب قول لي بقى، انا هجي لك يا محمد، يمكن انت يعني بتعوم مسافات مش نقول كبيره قوي يعني مش 1500 يعني، انت اكتر حاجه 800. فكرت تجرب العوم الطويل؟ مع 800 برضه تعتبر يعني ايه ميدل ديستنس. اول ميدل. بس ال 5 كيلو ما جربتش لسه، بس يعني ممكن اجربها. تقدر؟ بس لسه اتمرن عليها واجربها. طب وشايف ال 5 كيلو ايه اللي متعب فيه؟ المسافه الطويله، النفق، يعني ايه انت محتاج ايه عشان تعمل 5 كيلو؟ هي ال 5 كيلو عاوزه نفس طبعا. طبعا. وبس ايه بحسها يعني ايه محتاجه تكنيك اكتر، تكتيك اكتر، اللي هو ايه ما ابداش جامد قوي وما اقدرش اكمل. فالحوار بيبقى في كده يعني. طب والموج؟ اقسمه صح. الموج بساعات الموج عالي وواطي غير حمام السباحه. في يعني عندك كذا ضلع، في ضلع في وش الموج وفي ضلع في وانت راجع مع الموج. أيوة. فالمشكله في الضلع وانت رايح يعني لو عرفت تكمله الضلع وانت راجع هيكون اسهل يعني.
برافو. يعني انت وانت رايح بيبقى يعني المشوار من المشوارين بيبقى صعب. المشوار التاني بيبقى مع الموج. برافو عليك، يعني ده تفسير كويس. طيب مش قلقان يعني؟ في ناس بتقلق من العوم في البحر بامانه، يعني ما احنا مش هنضحك على بعض، في ناس تقول لك لا ما عمش في البحر مش عارف ايه بتاع، انت مش قلقان؟ وانا ما جربتش الصراحه، بس انا في العادي ما بخافش من البحر يعني. برافو عليك. طب انت ليك اخوات؟ ليه اخ صغير بيلعب سباحه برضه؟ لا بيلعب كوره. كوره فين؟ هو لسه يعني في اكاديميات، يعني لسه بيحب الكوره. 12 سنه. بيحب الكوره يعني، لعيب. وحاسه انت حاسه كاخ يعني؟ حاسه. يلعب كوره بيلعب صح. طب بيجي يحضر ماتشاتك؟ انا بيحضر عندي البطوله وانا بحضر له ماتشات وكده. اسمه ايه؟ اسمه مازن. مازن. انت الفرق بينكم بعد سنتين؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين مرتبطين ببعض انت؟ اكيد اخويا صغير. طبعا طبعا رايحين مع بعض بكل حته وجايين. طب قول لي مين صاحبك بقى المقرب او صحابك المقربين في السباحه؟ مين اللي بتحب تروح تقوم معاهم لو في وقت فاضي يا محمد تروح تقوم معاهم كده؟ مين يعني؟ اصحابي في الفريق طبعا كلهم يعني بحبهم. كلهم بحب اقوم معاهم يعني، ما ايه ما اقدرش استغنى عن حد فيهم يعني. مش بقول لك انت بتعرف تتكلم. برافو عليك. ايه تاني قول لي؟ يعني حد من بره النادي؟ في حد يعني في اللوب ليست ليك صحاب؟ لا يعني اصحابي في النادي معظمهم في النادي الاهلي، بس اكبر مني شويه يعني، اكبر مني بسنتين ثلاث سنين يعني عمومي مثلا. وبتروح معاهم وبتخرجوا؟ بروح. بنخرج يعني. طب خلصت التمرين بتروح ولا بتقعد في النادي شويه؟ لا بروح. يعني لو يوم فاضي بس اقعد. بس في العادي بروح التمرين بالفجر يعني. تمرين فجر. هو ده السباحه بتعلم. بتمشيك على الصراط المستقيم، بتقوم الفجر. بقوم الساعه 4. بتيجي المشوار ده انت ساكن في التجمع، بتيجي المشوار ده كله؟ بروح وبرجع. مين بقى اللي يوديك؟ بابا يوديني ومامتي بترجعني. طبعا بابا. ما هو الصحيان بدري ده بابا لازم. طب والشتاء؟ كلمني عن الشتاء بقى والصحيان واللحاف اللي بيتشد ساعه الفجر. كلمني يا محمد. لا التمرين في الشتاء صعب يعني. صعب يعني ايه؟ طبعا بنيجي لابسين تقيل قوي وفجاه تقلع. دي صعبه بقى. وهوب في الميه. بس الميه متدفيه. الميه متدفيه، ولما بنسخن برضو بنبقى ايه خلاص يعني مش هنحس بحاجه. فهو الحوار بس ايه في ان هو اللحظه اللي بتقلع فيها دي بتنزل. في الميه على طول، وكمان بتبقى جاي نايم في العربيه ده مبدئيا. ومدرسه كمان، بخلص تمرين واطلع المدرسه. فبرضه صعب يعني. العن والعن. فتقول لي اقعد في النادي يا كابتن؟ اقعد في النادي يا كابتن. ده لو لقيت السرير هنام. ده انا بس يجيبوا لي السرير في النادي وانام. طبعا ما هو انت ما فيش. طب نفسك تسافر جامعه؟ نفسي طبعا اسافر بره، اكمل تعليم بره. لا ده انت ما شاء الله حدوته يا محمد، ما شاء الله عليك. لا برافو، عجبني يعني. انا حاسس ان انا قاعد مش حد 15 سنه، قاعد مع حد 19 20 سنه يعني. طب انت عارف مين اللي عندنا بره مسافر بره في جامعات في امريكا؟ في الاهلي كان اعرف هريدي معروف بره. تمام. واحمد راتب. تمام. وميشو برضه، بس ميشو خلص يعني، خلص رجع خلاص. وكان احمد اكرم بس خلص برضه كمان. هو كان اساسا هنا. انت بتتابع اخبارهم عندك على الانستجرام؟ ايوه كلهم يعني. اعرفهم يعني. وانت اروى نفسك تسافري ولا؟ انا نفسي اسافر بجد يعني. لو جالك فرصه تسافري جامعه بره تدرسي هترحبي بالفكره دي؟ ولا تقولي لا بابا وماما؟ لا هتروحي على طول. طب ليه شايفه ان السفر والتمرين بره احسن؟ او يعني ان انا اروح بره دي فرصه، ليه شايفه فيها ايه؟ مش عارف ايه، عشان يعني مع الناس اكتر ليفل اعلى. ليفل اعلى. تمرني مع مستوى اعلى فده بيخليكي احسن كتير. أحسن. انت حابه تروحي عشان كده. طب انت تعرفي حد سافر؟ لا ما اعرفش. ما تعرفيش؟ يمكن عشان صغيره مش متابعه. بس هتعرفي. انت عارفه فريده كانت هناك؟ فريده اصلا نفسها ولسه عايشه لغايه هناك بتتمرن. بس فريده انت عارفه سباقها ايه الاساسي ولا ما تعرفيش؟ 50 متر. مش 100. وعشان كده ما بتحققش ميداليه في الاولمبياد، لان 50 متر مش موجوده في الاولمبياد. ال 100 متر بس هي اللي موجوده في الاولمبياد. طب انت شايف ممكن تكمل في سباحتك دي يا محمد ككرول، ولا ممكن تغير نوع السباحه؟ يعني ممكن انت بتعوم متنوع، فمتنوع يعني بيوت كل الباك والكرول والفراشه. بس هل انت شايف ان انت الكرول ده انت مرتاح فيه؟ انا بحب اعوم الحره يعني، بس واقدر اعوم يعني، ممكن اتمرن على السباقات المتنوعه. فانا كده كده في التمرين بتاعي لازم اعوم الاربع عومات عشان اعوم اربع عومات متنوع. طب احسن سباحه من الاربعه بتحبهم ايه؟ هي الحره. الحره. هي دي بتحس ان فعلا بتجري بيها او بتبقى فيها سرعه. فراشه عم صعب. مجهد. صعب. وبريست وارد صعب. بريست صعب. بريست عايز صدر وعايز كتاب، عايز كل حاجه، عايز حدوته. السباحه كلها عايزه كل حاجه. عايزه كل حاجه. لا بس حاجه يعني بامانه يعني تشرف ان انت فكرك كده وبتفكر كده. حتى اروى يعني، حتى اروى يعني كويس انها بتفكر في الفكر ده وبتفكر انها توصل للمرحله دي. طب خلينا نتكلم عن مثلا يومك زي ما اتكلمت مع محمد. انت بتروحي تمرينك الفجر برضو؟ لا هو بيبقى في تمرينتين بس الفجر، بيبقوا من 5 ل 7 تمرينتين في الاسبوع. بتروحيهم ولا بتطنشي؟
لا احيانا بروح عيال. وكلميني عن الصبح والصحيان واللحاف والقصه اللي حاجه بتبقى صعبه قوي بالذات بقى في الشتاء، يعني بعد ما اخلص تمرين اطلع على المدرسه وحاجه بتبقى صعبه قوي. صعب بهدله. اه طب قولي لي مين اللي بيصحيكي؟ حد بيصحيكي على التمرين ولا ماما بتصحيني؟ لا اصل انا بظبط ونبه ما بسمعهوش يعني، او بقفله في الاخر. الله انت من النوع ده؟ لازم ماما اللي تصحيني. ماما هي المنبه، هي لازم تصحيني. انما انا لو ما بتظبطي التليفون ما بتسمعهوش. لا بظبطه احيانا بسمعه احيانا لا، بس لما اسمعه بقفله يعني ما بقدر اخش انام. يعني ما سمعتوش خلاص، سمعته برضه بقفله. حصله واحده لازم ماما تيجي تصحيني. طيب وبتقومي بقى وتجري ورا بعضك وتلبسي وتنزلي التمرين وتروحي التمرين في عز الساعه وتخلصي بعد كده تروحي مدرستك. يعني 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 طب انت حابه حياتك دي؟ اه ايوه. بس انتوا بامانه حاجه تفرح اروى، اتمنى لكم كل التوفيق يا اروى بجد، نورتيني وشرفتيني والف مليون مبروك، وان شاء الله تشوف البطله قد كده ان شاء الله. محمد بشكرك شكرا جزيلا، ويعني شايف فيك ان شاء الله يعني نجم مستقبل كبير. كل التوفيق لكم ومبروك يا حبيبي. الله يبارك في حضرتك. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل عشان نستقبل بعد الفاصل احسن معده في افريقيا واحد اللاعبات ابناء او بنات النادي الاهلي واللي اثبت وجودهم في دوري جامعات الامريكي ورجعت فادت فرقتها وخدت لقب احسن معده في بطوله افريقيا اللي فاتت سهيله وفيق، ولكن بعد الفاصل.